لكن يوسف يمر نوري بندي. طبعا هذه الشركة متأسسة منذ بداية الثمانينات، شركة مرت بمراحل عديدة. كان في الاسم في البداية كانت شركة الاسم القهوة، كانت قهوة اليمن، وبالتالي تطورت أصبحت خشت على عدة أصناف، يعني مثلا عندنا اليمن ويامن واليمن، وأخيرا استحدثنا درنا ميكس بين أرابيكا وريبوستا وسميناها ريبوستا اللي هو نوعين القهوة، أو تتمتع كل صنف منهم بمذاق معين، وكل المذاق طبعا له زبائنه. الاقبال طبعا يعني ممتاز رغم الظروف اللي تمر بها البلد في المرحله الحاليه، يعني رغم ان يعني رجال اعمال والتجار الواحد يعني ما كانش ليه مذاق النشاط، ولكن على المستوى الشعبي الناس يعني لديها رغبه يعني كبيره في متابعه المعارض ومشاهده المنتجات، ويعني حتى اسئله الزبائن اصبحت دقيقه، يعني الزبون حتى ذوقه اصبح راقي، يعني معس زي زمان يعني ياخذ منتوج وخلاص ويوفي غرض، لا اصبحت الناس تتذوق وتميز في انواع القهوه. فبالنسبه للقهوه اليمن واليامن وارابوستا لها زبائن يعني بشكل رهيب، يعني ومنتوج ممتاز ممتاز جدا جدا. عادي انت كان جبتني عادي. أنا عمر الهميسي، مهندس زراعي متخصص في الاقتصاد والسياسات الزراعية، تونسي الجنسية، من شركة تونسية سوروبات أولدينج. هذه الشركة فيها الجزء الزراعي اللي هي سوروبات أغريكول، فيها ثلاث شركات فلاحية تمتد على 3000 هكتار، منتجة بالأساس للغلال، غلال الفصول الأربعة من قوارص ومن غلال بالقلب مثل الخوخ والمشمش والعوينة، أيضا الأعناب، اللوز، كل الغلال على مدار السنة من البلدان المصدرين للاتحاد الأوروبي على ليبيا في الغلال. دخلنا مؤخرا في زيت الزيتون، مازال زيت الزيتون، وعندنا حاليا فوق 1000 هكتار من الزيتون، وفي كل حقل زيتون عملنا المعاصر تبعنا، ومع المعاصر عملنا المصانع التعبئة. هو الشيء هذا اللي خلى زيتوننا يكون متحصن على جودات عالية ويتحصل على جوائز ذهبية في نيويورك، في كندا، وفي لندن. ¿Vale?
أنا يا سيدي محمد صاحب شركة بستان غذائي، متخصصين في السرد الشاهي. أنا يا سيدي محمد صاحب شركة بستان غذائي، متخصصين في السرد الشاهي. الشاي الأخضر عندنا صنف من الشاي الأحمر، ونخدم من 2006 طبعا. هذه خدمتنا، تخصصنا شاي فقط، وحبينا نديروا الأجواء هذه التراثية اللي الناس فقدتها، يعني زي نقول لك الحاجات القديمة، التراث اللي من زمان ما شفناش. حقيقة من الساعة 10 احنا ما شاء الله الزوار ما بطلوش يجوا، وكانوا فاقدين الحاجات الكويسة من بضايعنا في الشاهي، الحاجات الخامات الكويسة. حبينا نجيبوا لهم حاجات اللي تليق بالذوق الليبي. احنا صراحة شوف، حقيقة احنا اسعارنا تو نقول لك من 5 شهور فاتن اسعارنا كانت ثابتة بالضبط، ما زدناش ولا ربع في الاسعار. كانت عندنا واجهتنا احنا ظروف غلاء الشحن، غلاء الاجارات، لكن اسعارنا حقيقه كانت ثابته، ما زدناش ولا، وبالعكس تو حاليا خفضنا في الاسعار بقيمه 30% باش الناس كلها تجرب وتشرب شاي هنا في رمضان.